الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، برحب بكل الساده متابعينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. قادمين النهارده فراخ جريل كده، معموله او صدور فراخ جريل ومعموله بصوص الشبت، حلوه قوي وسهله. هنقدمها مع بينا عربياتها، وهنقدمها مع شويه بطاطس، طبق حلو كده اهو جميل. عاملينه باربع صدور من الفراخ. لو عايز تعملي اربع اطباق نقسمه على اربع اطباق، وعاملينه النهارده بزبده كريستال. هنشوف النهارده ازاي هنقدر نعمل النهارده الفراخ بتاعتنا ان شاء الله النهارده، او صدور الفراخ الجريل، ونشوف ازاي نقدر ان احنا ننفذها مع بعض على الهواء. طيب مبدئيا انا بجيب عندي البلانش الصفراء والسكينه الصفراء عشان هنبدا نشتغل عندنا في صدور الفراخ. ماشي، هظبطها كده وايفها كده واروقها، اي دهون كده بنشيلها منها. وبعد كده بنبدا ناخد بكده بالسكينه نشرطها كده بسطح كده من فوق. ماشي، نقوم جايين كده زي ما حضراتكم كده شايفين، بنعملها زي الخرشوفه كده من واحنا شغالين. تمام اهي، شيل عند الموز كده اهو بالراحه خالص. وبعد كده بقوم جاي عندي عكسي كده اهو، ونعملها زي ما اتفقنا، زي الخرشوفه كده، عشان هنبدا ناخدها نشويها. جميله ولذيذه وسهله جدا جدا اهي كده وكده. ناخد اخر حاجه زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، وبعد كده بقوم جايين واخدينها على الجزء اللي جاي اهو. ماشي، ما ننزلش الاخر، قطعها كده يمين وشمال ونظبطها عشان تبقى جاهزه معانا. طيب نبدا نعمل لها بقى تتبيله كده، تتبيله حلوه. بسم الله، اقوم حاطط عندي الصدور هنا، ونقوم جايبين عندنا بوله زي ديت، حاطط فيها شويه من البهارات، حاطين فيها شوية بابريكا. تمام، وبعد كده نقوم رايحين واخدين عندنا شوية ملح، وبعد كده عندنا شوية من الفلفل. ماشي، دي مجموعة التوابل او البهارات اللي انا حطيتها مع بعض، جميلة جدا جدا. هقلبها كده مع بعض، ونروح عندي على صدور الفراخ، ونبدأ نديها كده. الله، ندخل بقى جوه الحاجات الجميله اللي هي الفتحات بتاعتنا ديت، البهارات بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. ونقوم قلبين على الوش التاني، على الجهه التانيه برضو نديها بهارات. ايوه سامعك. ايه يا استاذه بصل، حلو قوي بصل ده. ميه البصل عملت ايه بقى؟ خلت التوابل كلها تمسك فين؟ في صدور الفراخ. بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ دي عندي شويه زعتر صغيرين. الله على الزعتر الطازه الجميل ده، يا عيني يا عيني، شوية زعتر كده زهر. ماشي، اظن مفيش اسهل من كده. كده كلام جميل، كلام زي الفل. بعد ما تبلناهم كده اهوت، تعالوا بقى ناخد عندنا، نفتح عندنا زبدة كريستال. على فكرة بتحتوي على حليب طبيعي، الوزن الكيلو ده موجود في السوق، بنستخدمها المعجنات والحلويات، وبنعمل منها صوصات، وبنحطها في السخن، هنستخدمها في حاجات كتير قوي يعني طول شهر رمضان ان شاء الله، وتنفع لكل انواع الاكل. تعال نفتحها كده، بسم الله، وناخد منها شريحة عشان هبدأ اللي انا هشوي بيها صدور الفراخ بتاعتنا. بسم الله، ناخد اول شريحة كده ونروح عندي على الطاسة اللي موجودة هنا.
حته حلوه قويه زي ما حضراتكم كده شايفين. هوديها كده يمين وشمال واظبطها ونجيب عندنا تونج كده عشان نبدا ايه نظبط المسائل بقى. يلا بينا. تسخن بس الاول، مهم جدا بقى لما تيجي تعملي في الجريلا لازم يعني تسخنيها الاول بس الزبده ما تتحرقش معاك، خلي بالك عينك عليها اهي لسه الدنيا تمام سيبيها اهو زي الفل خلاص كده تمام. نبدا نحط عندنا صدور الفراخ ونبدا ايه نشوي بقى. كلام جميل زي الفل. هنا بقى بنبدا نعمل ايه؟ نبدا نحضر لها الصوص اللي احنا هنبدا نشتغل بيه دلوقتي. برضو نفس الكلام في صوص هنعمل او هنقدمه مع الفراخ. يبقى توابل شويه بابريكا صغيرين وبعد كده عندنا شويه من البهارات الفراخ شويه ملح وفلفل جميل وقلبناهم مع بعض. بدأنا نجيب صدور الفراخ بعد ما غسلناها كويس جدا بشويه معلقه طحينه. يا جماعه دي سحر والله للبط للفراخ. واجيب عندي معلقه طحينه احطها مع الميه فوره بصراحه واحلى من الليمون كمان. بقلبهم مع بعض وبعد كده ابدا ان انا ايه اخد صدور الفراخ ديت واعملها خرشوفه بالسكينه كده اروح يمين وشمال فيها. وبعد كده احط التوابل. حطينا ميه البصل عشان التوابل تمسك فيها، شويه زعتر، بعد كده جبنا زبده كريستال وبدأنا اللي احنا نحطها عشان هنبدأ نشوي فيها صدور الفراخ بتاعتنا. بص الجمال، بص الجمال. مين معانا؟ يا خالد ازيك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ ازيك يا خالد؟ الحمد لله كل سنة طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي الله يعزك. انا عايز اسألك بس على طريقة عمل الجلاش. جلاش؟ جلاش بإيه بقى؟ جلاش حلو ولا حادق؟ لا حادق. حادق؟ اه. عينيا الاتنين حاضر. حاضر يا عم خالد من عينيا، شكرا يا حبيبي، مع السلامة. تعالى نعمل بقى شوية صوص بقى. بص يا غالي، هاخد برضو حتة زبدة كده حلوة من زبدة كريستال. حتة حلوة بصراحة جميلة أوي أوي. هناخد حتة كده حلوة نقوم واخدينها وحاطينها في الطاسة بتاعتنا عشان هنبدأ نعمل إيه شوية الصوص. انا طبيعي قبل ما احط الزبده ببعد الطاسه عن النار، بعد كده بقوم واخدها وحاططها هنا. لو بحط زيت، لو بحط زيت وانا شغال بعمل ايه؟ بخلي الطاسه على النار عادي. لكن لو طالما احط زبده ببعد الطاسه وبعد كده احطها عندي على النار واشغل عليها يعني. عشان الزبده. عشان هي زبده اه. هقوم موطي هنا بقى. حلو قوي بقى واسيبها ايه؟ براحتها بقى. بص بص الجمال عامل ازاي. الله اكبر. تعالوا بقى نعمل عندنا شويه الصوص اللي عندنا اللي بنعملهم. حطينا معلقه كبيره من زبده كريستال زي ما حضراتكم كده شايفين. ببدا ان انا اجيب عندي البصلايه اللي احنا خدناها وخدنا منها الميه، هاخد منها شويه كده صغيرين مش كتير، ها حاجه بسيطه جدا. وبعد كده ابدا ان انا اقلب ونقلبها كويس جدا. وبعد كده نبدا نعمل ايه؟ بص بقى الجو الجامد ده هنا شبت. اللي ما جربش شبت في صوص اللي انا هنشتغل فيه دوت فاته كتير. دي خلاص كده اهوت نقوم عاملين كده وقافلين كده. بصي منتهى السهوله ان انت تقدري تعمليها تاني كده اهو وتقومي قافلاها تاني كده كده عاملاها كده وكده وبعد كده نحطها في التلاجة. بس هنا بقى نحط عندنا الشبت، نخرم الشبت مفروم جدا اهو. هقوم واخد عندي معلقة مستردة ونقوم رايحين فين عندي على البصل. اخد معلقة مستردة كده حلوة ونقوم حطينا عندي على البصل. الله الله الله، وانا كان طلع شويه صوص محترمين جدا جدا يعني.
بعد ما حطينا المستردة والريحة الجميلة طلعت، أقوم طفيها بعصير نص عصير ليمونة، وبعد كده أقوم واخد عندي نص كوباية بس من كريمة الطهي أهي، نص كوباية يا باشا مش أكتر. ونديها التقليبة التمام، وبعد كده يا جيمي نقوم واخدين عندنا شوية الشبت حاطينهم عليها. الله، الشبت مع المستردة موضوع تاني خالص. حلو، اقلب. بص بص شوية الصوص عاملين ازاي، والله حاجة عنب ما شاء الله يعني. وهم واخد بقى ايه، عشان برضو انا محتاج اللي ده هيبقى اتقل معايا، دي كريمة، فادي لها شوية ستوك من عندي، اي شوية شوربة بس سعادة الباشا. اقلب كده اهو تقليبة، ونسيبها تتقل براحتها بقى خالص على نار هادية. الباشا دي بتستوي معايا، الفراخ بتستوي معايا، بنبدأ ننزل دي على الطبق الجميل، نقطعها شرايح وننزل عليها بالصوص الشبت اللي عندنا ده. ناخد فاصل صغير بقى، وبعد الفاصل نخش في ملحمة بلح الشام. يلا بينا. بولت بيلعب في الطازة والصوص كمان خلاص كده تمام ما شاء الله. بص الطوق اللي بتاعه عامل ازاي، خلاص كده بقى تمام جدا ما شاء الله، وريحته حلو قوي بصراحة يا جماعة. يعني جربوا الصوص ده بأمانة هيعجبكم قوي. هتجبنا معلقة زبدة كريستال وحطيناها، حطينا شوية بصل صغيرين قوي، بعد كده حطينا معلقة مستردة، عصير ليمونة صغيرة، وبعد كده حطينا شبت مفروم، نص كوباية كريمة طهي عشان الكريمة غالية، وهنحط نص كوباية مع شوية شوربة صغيرين وشويه ملح. الصدور الفراخ بتطلع تتقطع تحط عليها صوص من فوق، حاجه مزيكا. نخش بقى على موضوع بلح الشام. بلح الشام سهل جدا، هو مقاديره اهم حاجه يعني، ده اللي انا والله زي ما قلت لكم قبل كده نتعلمها. وكنا بنعمل منها بال 30 وال 40 وال 50 وال 100 كيلو في السيزون رمضان. نص لتر ميه على 50 مللي من زيت الذره. طب 50 مللي ده قد ايه؟ انا حوالي 4 معالق او تلت كوبايه صغير، وبعد كده رشه ملح صغيره، رشه سكر، و400 جرام من الدقيق. الدقيق بيض 6 عدد بيض مش اكتر من كده، لان وزن البيض لو جينا حسبناه هتلاقي البضايه 50 جرام 20 صفار و30 بياض، فانا باخدها على بعضها ساعات بنوزنها. يعني السته دول قدام حضرتك اهيت 150 و150 300 جرام، 300 جرام من البيض، عشان برضو ساعات في ناس، لان في ساعات بيبقى في بيض صغير وبيض كبير، مش هلخبطكم، خلينا في ست بيضات وخلاص. وشويه فانيليا. حط عندي هنا ايه يا معلم؟ لا كل سنه طيب. لو بيض نعام موجود واحده بس تكفي. ده تعمل هيصه، خلي بالك ده ممكن اعملها على 2 لتر ميه والله، لان بتستخدم اصلا كذا مره. حطينا هنا بقى، انا بستخدم هنا حله الكيتش نوفا اللي انا بستخدم بيها واشتغل بيها ما شاء الله قدام حضراتكم، حله المحترمه جدا بصراحه، وشغالين بيها اهيت قدامك كده اهوت. في انواع منها واشكال كتير جدا جدا، هتلاقوها صفحتهم صفحه برايتز هاوس. حلل جرانيت جميله، بشغال انا بنوعين اتنين، النوع اللي هو اللون الرصاصي ده واللون الاسود في الذهبي في المدهب، جميله جدا. انا حاطط فيها، بعمل فيها بلح الشام دلوقتي، نص لتر من الميه، بقوم حط عليها بسم الله، ادي الزيت 50 مللي من زيت الذره، وبعد كده السكر بصي قد ايه، بس شويه صغيرين، رشه كده بسيطه، سنه ملح بسيطه جدا، واطلع الكلام. ابدا اللي انا اقلب ماشي. لا انا مسحها، امسح دي
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده اقوم نازل عمنا بايه 400 جرام من الدقيق، هي لسه على النار، اوعي تشيلي حاجه، العجينه بتلاقيها ماسكه معاكي اهو. دي اسمها عجينه ايه؟ دي اسمها عجينه الشو. تمام، اقلب بمعلقه خشب كده اهوت، مفيش الحله مش هتشيط لك حاجه وكل حاجه تحت السيطره. هوب يا باشا، نقوم شايلين بعد ما عمل الكتله واحده كده اهوت، ونقوم حاطينها فين؟ على الرخامه هنا. انا كده واخد على الحاجات السخنه دي بقى كده. صدقيني لو انت مش عايزه، لو ما فيش عجان عندك اعملها على ايدك والله. لو في وقت كنت عملتها لك على ايديا، سهله جدا. هتحط اول بضايه هتلاقيها فصلت، هتلاقي العجينه بتفصل، تبداي تضربي بايدك او بمضرب سلك هتلاقي بدات تلم، هتحط البيضه الثانيه هتلاقي العجينه فصلت، هو بقى يعني بالظبط هتخفقي شويه او عجن بايديكي هتلاقي لمت. فالموضوع لو عايزه تعمليها من غير عجان الموضوع سهل جدا. الله، العجينه ما شاء الله زي العسل. اقوم واخد العجينه دي لفيفه كده اهوت، واخدينها مع بعض ورايحين فين؟ عندي على العجان عشان ننزل بالست عدد بيض. ناخد الحاج راوي. الو، السلام عليكم يا فندم. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ احنا بنحبك اكلاتك قوي قوي يا شيف والله. ربنا يحفظك يا رب. احبك الله يا رب. تسلم ايديك. تسلمي، الله يعزك. عايزه اسال حضرتك والله، انا عملت كميه كبيره قوي من الكول سلو، هل ممكن ان انا اشيل في الفريزر ولا يتغير طعمها؟ لا الفريزر لا، في ثلاجه. ثلاجه؟ فريزر يعني لا، تقعد في الثلاجه مثلا اسبوع او اكثر. هو انت عامله السلطه كميه كبيره يعني؟ الكرومبايه كانت كبيره قوي، وحطيت عليها الدريسنج بتاعها للمايونيز والزبادي والعسل والحاجات دي كلها؟ لسه ما حطيتش. طب لا، انت تقدري تخزني الكرنب في اكياس فاكيوم او حفظ ثلاجه وتحطها في الفريزر طالما ما حطيتيش عليها الحاجه بتاعتها. تمام، شكرا ليكي. البيت، يلا بينا. بسم الله، ماشي. ست عدد بيض هناخد عندنا نحطهم هنا اهو. واحده واحده. ماشي، في حركه مهمه جدا انت بتعمليها وانت بتعملي البيض، ساعات في قشر بيقع فيه وانت ما بتشوفوش يعني مثلا في التكسير ولا حاجه، ففي حركه بتعمليها لازم مهمه جدا، انك بعد ما تكسريه تحط البيض واحده واحده كده، واخر واحده ما تصبهاش كلها كامله، تحاولي تركزي هتلاقي القشر كده كده بينزل في تحت، فيعني تبقى تخلي بالك عشان القشر الصغيره اللي انت ممكن تقولي انت بتتكلم عن ايه، اقول لك اللي هي ممكن تقف هنا في البلبله فتقفل لك العجينه اصلا، هي تتقشر قد كده، فتخلي بالك يعني وانت بتنزلي كده تنزلي واحدة واحدة زي ما هشتغل كده اهو. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتلاقي العجينة بتبدأ تفصل وبعد كده بتبدأ تلم تاني. اشتغل فيه جلابل تانية لو كانت موجودة والله يا رب الاقيها والله. بلد بلح شم. ما انا عارفها بس في اصغر منها، انا كنت احب اشتغل بالاصغر. هي دي تمام يا جماعه، يعني يا شباب دي تمام جدا اهي، اللي هي البلبله الناعمه اللي هي 16 اعتقد. دي حلوه جدا. في الاصغر منها لو موجوده تكون افضل. انا هشتغل دي خلاص عادي مفيش مشكله. انا بقول للساده المشاهدين يعني نبدا ننزل بالبيض اهو التانيين. طيب بص العجينه بتعمل ايه؟ تحس انها بتفصل بس هتبدا تيجي تلم تاني، بيبقى عندي زيت يبقى بارد
نبدا انزل بالاثنين اهو اللي بعد كده الاخر اهم. اهو بنقوم نازلين عندنا بالاخيره. هاي بص بقى الاخيره بقى وانا بنزلها بقى يا جيمي وانا بعمل البوله كده ما اقلبهاش كلها مره واحده. لا بص كده اهوت ايوه لو في اي حاجه بقى تفضل موجوده هنا في الحته دي. بقول لك عشان حاجه زي كده والله بس ايه تفرق كتير قوي وبتبهدل الدنيا يعني. شربات تقيل بارد موجود عندنا اهو. تعالي بقى على العجينه لحد ما تبدا يمتص عندي البيض اهوت واحده واحده كده اهوت هتلاقي بدا يمتص عندي البيض. احنا ما حطيناش فانيليا نحط الفانيليا. اقل من دقيقه هتلاقي بدات هي تلم معايا العجينه وتظبط معايا تبقى زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه في نوع سلطه كمان عاملينه بس احنا قلنا ايه نظبط الاول بلح الشام وبعد كده نخش عندنا في نوع السلطه اللي هنبدا نشتغل فيه ان شاء الله. هنلم بس نلم كده اهوت ونطلع على طول الفصل ان شاء الله. خلاص هي فاضل لها بالظبط اقل من 30 ثانيه ان شاء الله. يبقى هي نص لتر من الميه 50 مللي من الزيت الذره رشه ملح بسيطه ورشه سكر وبعد كده عندي 400 جرام من الدقيق 6 عدد من البيض بعد كده باكو من الفانيليا. اهي بص بدات تلم خلاص اهي كده. حطينا الميه والزيت والسكر والملح بعد كده نزلنا بالدقيق بعد ما كده حطينا في العجان ونزلنا عليهم بالبيض خلاص يا باشا كده تمام. هي العجان عندي في مشكله صغيره اللي هي الكف ما بقاش يجيب الحله من تحت قوي بس فعشان كده بضطر اني اعمل الحركه دي. الحركه دي مستحيل اي واحد يعملها. لا يعني مش بعمل حاجه خارقه بس انا بقول لك انت كست بيت اوعي تعمليها. انا ببقى عارف العجان بتاعي وشغال بيه بقالي سنين انا برتاح في العجان لكن انت اوعي تشيل الحله من مكانها خالص حاجه مش امان نهائي. لكن انا بعملها بس عشان وقت البرنامج اهو. بص يا باشا بقت العجينه بقت عامله ازاي اهو خلاص هي تمام. لما نبدا نعمل ايه بقى بسم الله ابدا واخد دي كده ونبدا نجيب عندنا كيس الكريمه القماش. على فكره مش شرط كيس الكريمه قماش ممكن كيس كريمه عادي بس مش اللي هو الاستخدام مره واحده. نلاقي الاكياس السيليكون دي تنفع. ادي العجينه بص عامله ازاي مش مسيله دي مهم جدا. بص اهي تنزل على الكيس مين استكل الو وسيل ازيك ازيك يا محمد عامل ايه الحمد لله تمام. ازيك عامله ايه كله تمام كله تمام كل سنه وانت طيب وانت طيبه بالصحه والسلامه يا رب. انا بحبك جدا والله وبنحترمك. ازيك يا وسيم عامله ايه الحمد لله. وسيم عامل ايه الحمد لله كويس والله الحمد لله. عيد ميلاد النهارده. الله 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 كل سنه وانت طيب يا وسيم. انت طيب يا شيف محمد ربنا يخليه لك ويبارك يا رب. ممكن تقول لي على الكنافه بالمانجا؟ عينيا الاثنين حاضر عينيا الاثنين حاضر. انا جايبه الكريم شانتيه وجايبه الكنافه بس عايزه اعملها عشان عمري ما عملتها قبل كده. اوبا ماشي عينيا الاثنين تحت امري. انا لسه مشغل على الزيت دلوقتي حالا هو لازم الزيت يبقى بارد. احنا لسه مشغلين عليه دلوقتي شغال يعني هقطع. انا محتاجه بره الزيت ده شويه يا جماعه لان الزيت ده ايه لا مش لازم يبقى ايوه صح كده بس كده عشان ما يرقعش. يلا بينا ادينا فاصل يا جيمي وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله.
شغال ايه؟ ما شاء الله مزيكا. نبدا نشغل عليه النار يشتغل معايا. حلو جدا قدام حضرتك اهوت. موضوع سهل، لو مش هتعرف تعملي بايدك بمقص اهو. بص يا معلم جيمي كده اهو، انا بس اقدم واحده كده اهو، المقص اهو في الزيت، وبعد كده بتقومي نازله كده اهوت كده هوب بس اهي يا واد واحدة بس. الصوص ده تمام التمام قوي. الله على الروايح، اللهم اني صابر كده. ايه الاطباق بتاعتنا جاهزه، وهنقدم الاطباق دلوقتي. بس بعد ما اعمل ايه السلطه، السلطه بتتعمل ازاي بقى؟ سلطه جميله قوي، ركزوا معايا فيها ان شاء الله تتبسطوا منها جدا. هنا انا بجيب عندي المشروم ونغسله ونقطعه عندنا شرايح، زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعد كده بقوم شايلها، حاطين المشروم ده هنا وبسرعه كده اهوت بقوم اديله ايه عصير ليمونه زي ما انتم شايفين، ونبدا ان احنا نقلبه تقليبه كده اهو محترمه. عشان كده قطعته شرايح رفيعه جدا. كلام جميل. بجيب عندي جرجير، بايدينا كده ها، بايدينا زي الفل يعني اهو. خس باتافيا موجود او خس بلدي عادي. بايدينا مش احسن من كده اهو. قيمتها عاليه جدا جدا قيمه السلطه دي بصراحه يعني. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه طماطم شيري او طماطم بلدي عاديه جدا، مقطعها مكعبات، ونقوم حطينا كده من فوق عليها عصير ليمون صغير. استاذه رضوى الو الو، شويه زيت شويه ملح. ايوه ازيك عامله ايه؟ بحب حضرتك جدا. الله يخليك، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انت ازاي حضرتك؟ طيب وانت طيبه وبالصحه والسلامه. ازيك يا روضه؟ ايه انت يا شفت حضرتك سلام؟ اتفضلي. انت طلع بابا عمره في خمس شهر رمضان، عايزه ايه حبيبتي؟ ان شاء الله باذن الله يا حبيبتي، ربنا يكرمك فيه يجعلك بر بيه دايما كده ان شاء الله، ويكتبها له. الحاجات دي بتبقى مكتوبه عند ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يكتبها له ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله. شكرا ليك. اه عيني على شويه السلطه دول، مزيكا والله. دول بصوا مزيكا بس خلاص كده خالص. شويه عصير ليمون عليها كده من فوق ولا اي كلام تاني. هنا بقى بلح الشام بيبدا اننا نخش عليه في مرحله التقليب كده اهو. كده بقى نشف خلاص اهو، نشف اهو. بقول لك كله ايه اهو، موضوع سهل جدا. نبدا بقى كده بظهر الايه الكبشه، نعمل كده خلاص بقى لحد ما ياخد اللون الذهبي، نقوم ايه مطلعينه. لكن قبل كده يبقى طري يفتح منك، هنقله بس على العين دهيت. ما احنا تمام خلاص، تعالوا بقى نشوفها. طيب ماشي، استنى استنى. طيب استنى، طيب حاضر اصبر هقول لك انا على حاجه. هجيب بقى عندي الاطباق، ماشي. اصحى بقى ايه الست منيو ده، نشوف ازاي نقدر نعمل طبق محترم ازاي. بسم الله. اقوم واخد عندي اول حاجه صدور الفراخ ديت، نقطعها جيمي. يلا قشطه.
ماشي. هم شايلينها كده اهوت، حاطين دي كده ماشي. وبعد كده بقوم جايب عندي بينا عربياتا كده، اي نوع مكرونه عندي، نقوم حاطينها صايد كده جنبه. وبعد كده نقوم جايبين عندنا خبز الباجيت ماشي. وبعد كده بقوم واخد عندي شويه الصوص. الله، شويه الصوص الشبت دول على كده من فوق. شكرا. لا زي ما حضراتكم كده شايفين الطبق يتعمل بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. نعمل نفس كل واحد اهوت. ممكن نحط عندنا صدور الفراخ، ممكن نجيبها من غير حتى، مش بس اكسر دي عشان تطلع مظبوطه. ماشي كده اهو. يلا استاذ بص من جوه الصدور عامل ازاي. انا بس بوريك الايه دي، قطعتها سميكه شويه عشان اوريكي السمك بتاعها او التسويه بتاعتها عامله ازاي. بعد كده بقوم واخد عندي شويه مكرونه، بسم الله، حاطينهم هنا. بعد كده عندنا خبز الباجيت اللي هو بالثوم والزبده. بعد كده عندنا شويه صوص عالميين كده اهوت. الله، ادينا فاصل يا باشا، وبعد الفاصل نواصل. رجعنا تاني بعد الفاصل. شوية ألماز ذهب طالع، مش بلح شام. اسمع الصوت والمزاج العالي، بص ما شاء الله، يعني حاجة محترمة جدا اهي. بس طب اطلعها لفوق بس والله عشان اسمعك القرمشة الجميلة. بص الذهب اهو بيطلع. نبدأ اللي احنا نجيب عندنا، تعالوا نجيب عندنا اطباق راك الجميلة. أطبارك على فكرة في حاجات كتير قوي منها، في منها المثلث وفي منها المدور، في منها المربع، حاجات كتير جدا هتلاقوها موجودة عندهم. طبق شيك بجد، اتحط كده أهوت. رمضان كريم وكل سنة طيبين. يلا. وفي طبق للشوربة والجرة دي عملنا فيها قبل كده جيمي الكبسة، طلعت حكاية، عملناها على النار. يعني حطينا شياط عليها كده أهوت وعملنا فيها الكبسة، طلع حكاية. البراد ده عملنا فيه قبل كده الشاي برضه على النار. الفكرة بنستخدمها ومقاوم. بوريك الامكانيات بتاعه الطبق، وانا بقول لك خد الطبق ده وحطيه على لا اكيد طبعا، بس انا بوريك الامكانيات بتاعته الجميله عشان اقول لك الحجر البورسلين المصنوع منه ده طبيعي 100% وشيك جدا. تعالوا ناخد عندنا الطبق الجميل ده اهو ونروح. الشربات لازم يبقى بارد، ها بلح الشام بالذات يا جماعه.
يعني البقلاوه الجلاش. ممكن الجلاش ممكن على فكره يبقى الشربات يبقى سخن، لكن بلح الشام بالذات عشان يطلع معاك مقرمش وعمره ما يطرى معاكي لازم الشربات يبقى بارد. اسمع يا استاذ محمود، بص دي بقى، بص دي، بص الاحساس، اوعى السنس. شوية صوص كراميل كده من فوق يعمل شغل في الشوكولاتة، أصل ذهبي مع ذهبي مش باين. والله وجاي هزيز لطولك من آخر الدنيا وقلت بس يا ما جاب الغراب لأمه. قلت هيديني واحدة جامدة دلوقتي بقى بصوص، راح بيديني صوص كراميل. قشطة يا حاج محمود، يدوم يا حاج. دي كانت حلقتنا النهارده، نتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم، اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج المطعم، دمتم في رعايه الله، سلام عليكم.